تم أمس الاثنين بالرباط تقديم الدول المشاركة في النسخة 15 لدوري الأمل للاعبي الغولف الأفارقة All Africa Junior Golf Challenge المقامة بمسالك الغولف الملكي دار السلام في الفترة الممتدة ما بين 4 و10 مارس الجاري. ويشارك في هذه التظاهرة التي منح المغرب شرف تنظيمها سنة 2017 في زيمبابوي 13 دولة إفريقية وهي جنوب إفريقيا وناميبيا ومصر وزامبيا وتونس وزيمبابوي ونيجيريا والغابون وجزر موريس وتنزانيا وأوغندا وكينيا بالإضافة إلى المغرب. La première édition du championnat junior africain au Maroc. النسخة الحالية من دوري الأمل للاعبي الغولف الأفارقة المنظمة لأول مرة بالمغرب تعرف مشاركة 13 دولة إفريقية وهي جنوب إفريقيا وزيمبابوي وتنزانيا وكينيا وتونس ومصر وجزر موريس والغابون وغيرها. وأعتقد أن المنتخب الوطني في فئتي الإناث والذكور بمقدوره تحقيق نتائج جد إيجابية في المنافسات النهائية. وتشكل هذه المسابقة فرصة مواتية للتنافس الرياضي بين لاعبات ولاعبي الدول الإفريقية المشاركة، وكذا تجسيد روح التضامن الإفريقي من خلال رياضة حاملة لقيم المنافسة الشريفة والنبيلة.